الأمر ليس بالأمر الهين إلا على من هون الله عليه، ليس بالأمر الهين أن يخلص الإنسان فلا يبقى في قلبه شائبة لا يريد إلا وجه الله عز وجل. هذا أمر صعب جدا، النفس تحتاج، النفس تشتهي، يريد الرياء، يريد السمعة، يريد المال، يريد الشهرة، يريد المنصب، يريد هواه، يريد رضاء زوجته وأولاده، يريد أن يجامل أن إلى آخره. أن يكون إنسان قلبه سليما لله وحده الأمر يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى مجهود، يحتاج إلى مثابرة، يحتاج إلى استقامة، يتعثر إنسان فيقوم، يستقيم فيزل، حتى يكون قلبه خالصا لله سليما لله عز وجل. هذا أمر جلال عظيم، إبراهيم كان كذلك، من شهد له بذلك؟ ربه جل وعلا.